مرحبا شباب، اليوم رح نسوي أنبوكسينج للعبة وندر بوي آشا إن ماستر وورد. وهاي اللعبة هي عبارة عن ريماستر للعبة اللي صدرت عام 1994 على السيجا ميجا درايف بعنوان ماستر وورد الجزء الرابع. والحقيقة إنه سلسلة وندر بوي أو ماستر وورد سلسلة قديمة وعريقة جداً، ابتداء من العام 1988 على أجهزة الأركيد. والمميز في لعبتنا اليوم إنه هذا الإصدار هو الإصدار الوحيد اللي كانت شخصيته الرئيسية بنت، بخلاف بقية الأجزاء واللي كانت الشخصية الرئيسية فيها ولد. الأجزاء الثلاثة الأولى صعب الحصول عليها بصيغتها الأصلية، لأن الأجزاء الأول والثاني كانت على جهاز أجهزة الأركيد، والجزء الثالث كان على جهاز الماستر سيستم. ولكن لحسن الحظ تم عمل ريماسترز للأجزاء الأول والثالث زي ما سووا للعبتنا اليوم. وأيضا بالنسبة للجزء الثاني موجود كريترو على الأجهزة الحديثة. طيب، بالنسبة للجد المستجدين على هذه السلسلة، من أين يبدأوا؟ أنا أنصحهم أنهم يبدأوا من الجزء الخامس بعنوان Wonder Boy and the Cursed Kingdom، لأنه هذا الجزء حديث جدا ومتلائم مع مواصفات الألعاب الحديثة على الأجهزة الحالية أو أجهزة الجيل الحالي PlayStation 4، Nintendo Switch والإكس بوكس 1. وبعدين إذا عجبتك السلسلة بتبدأ تجرب الأجزاء الأخرى. والآن خلونا نبدأ الأنبوكسينج سوا. أوكي، هاي اللعبة معنا وندر بوي آشا إن ماستر وورد. طبعا احنا حنفتح اليوم الإصدار الخاص بالنينتندو سويتش، وفي طبعا هدية أو بونس حصري للنسخة الهارد كوبي اللي هو نسخة من الجزء القديم ماستر وورد 4، فقط هذه كبونس لهذا الإصدار فقط. أوكي، اللعبة مناسبة لسن 10 سنوات فما فوق، ومن إنتاج شركة ININ. أوكي، بالنسبة للجهة الخلفية واضح هنا، طبعا برجع بأكد لك على انه هذا على البونس الحصري او الاكسكلوسيف الداونلود او النسخة هاي القديمة، وبيقول لك انه بإمكانك تلعب كلاعب واحد فقط في كل الأطوار، سواء كان طور التلفزيون او الطور المحمول او الديسكتوب، ويد التحكم الاحترافية مدعومة. وهنا طبعا السيل اوف كواليتي تبع النينتندو. من الجنب ما في شيء مميز، فقط الاسم واللوجو. اوكي، حنفتح اللعبة، حاول نفتحها منها. فقط الشريط او الكارترج، ما في شيء مميز. اتوقع اذا حطينا الكارترج في جهاز السويتش ممكن يبان معنا شيء. بالنسبة للكارترج لو حطيناها ممكن يبان معنا شيء اعتقد. بالنسبة للبونص أو الهدية، أوكي. أوكي، هذا الإصدار القديم، هذا الإصدار القديم. انت بمجرد ما
تحط الشريط في النتندو راح يبان عندك النسخة القديمة والنسخة الجديدة. زي ما تشوفين هاي النسخة الجديدة وهاي النسخة القديمة. نايس. وزي ما قلنا إنه النسخة القديمة هي نسخة فقط حصرية للشريط. طيب هيك أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كانت هذه أول مرة لكم على القناة لا تنسوا تسووا سبسكرايب، وعلى أمل نشوفكم في فيديو آخر لاحقاً.